في خلال لحظات زميل اميره ندملي المدير التنفيذي للنادي الاهلي العميد محمد مرجان، اللي حابب ابارك له وهنيه ومجهود كبير كالعاده محمد بيه. وزي ما بنقول هي مش كوره، هي الرياضه كلها ومجلس الاداره. يمكن النهارده اما بيكرم اللاعبين دول بيزودهم عبء كبير وبيديهم رساله مهمه جدا، احنا في ظهركم ومعاكم، حقق هتلاقي تكريم على اعلى مستوى. شوف انت بتقول مبروك مجهود كبير، لا هو احنا النادي الاهلي اتربينا فيه، وعشان خاطر ده دور النادي الاهلي برضه ودور النادي الاهلي اتجاه بلده. النادي الاهلي هو اللي زرع فينا يعني ايه نشتغل شغل تيم ورك مع بعض، يعني ايه شغل مجموعه مع بعض. هو ده اللي انت شايفه النهارده، النجاح ده لاعبين، اجهزه فنيه، اداريين، اداره تنفيذيه من اصغر عامل للمدير التنفيذي، مجلس اداره متماسك متكامل مع بعضيه، جمهور، اعضاء جمعيه عموميه. دي منظومه النادي الاهلي، ده نجاح النادي الاهلي. عشان كده النهارده زي ما بقول، هو النهارده مش حفله، النهارده مهرجان تكريم، لانه حدث في 2018 2019 حدث جديد، حدث جميل علينا كلنا، عالم، افريقيا، عرب. هو ده اللي احنا عايزينه. احنا ما بنشتغلش النهارده للمحليه. النادي الاهلي النهارده لو سالت اي حد في الجمهور يقول لك انا عايز افريقيا، هو مش دوري كاس، هو عايز افريقيا، عينه على افريقيا، عايز يروح بطوله العالم. ده النادي الاهلي اللي احنا من واحنا صغيرين متربيين واجيال بتسلم بعضيها. فربنا يوفق الجميع ان شاء الله، واتمنى اللي تكون حاجه فعلا لائقه باولادنا وابنائنا اللي موجودين. بنوجه كل الشكر لاولياء الامور اللي هم الدينامو الحقيقي، اللي هو لولاهم احنا ما كناش نبقى موجودين. دعوات الام والاب ومجهودهم اللي معانا هو اللي خلى الاولاد دول يبقوا موجودين معانا النهارده. طبعا انا بشكر مجلس الاداره برئاسه كابتن محمود الخطيب اللي هو دايما بيفكر، وزي ما بقول احنا النهارده زي ما بنكرم لاعبنا الابطال اللي واقفين على منصات التتويج، ما بننساش لاعبنا ابدا اللي بيحصل له مشكله، بيحصل له اصابه، النادي الاهلي بيقف في ظهر ولاده، واحنا اتعلمنا كده ولغايه وقتنا هذا. لاعبين كبار، لاعبين صغيرين، لاعبين اعتزلت من زمان، في دايما تواصل. ولكن هناك حاجات ما ينفعش كل شويه نتكلم فيها ونجر فيها، الواحد بيزعل للكلام دوت، لكن في الاخر خالص احنا كل واحد ربنا سبحانه وتعالى اعلى بنواه، فربنا يكرم النادي الاهلي دايما يبقى في البطولات وانتصارات ان شاء الله باذن الله. اللعيبه كمان او لعيبه العاب الصالات بيتكلموا على السوبر، يمكن عبد الله عبد السلام بيقول لي هنعمل ايه في السوبر، قلت له انت قول لي هنعمل ايه، قال لي ان شاء الله هنكسب ومركزين. دي حاله، هي دي، ان هو ده النادي الاهلي محمد بي. في الاخر ده الاهلي. انا النهارده اللعيب كابتن عبد الله عبد السلام كره طايره بيطمن على الكوره، الكوره كابتن حسام عاشور والفرقه بتطمن على الطايره وهي بتلعب افريقيا او بتلعب دوري او بتلعب كاس السله، كلنا مجموعه واحده. اي حاجه النهارده هتلاقي جمهور النادي الاهلي، اي حاجه اسم النادي الاهلي فيها، جمهور النادي الاهلي عايز يبقى الاول، جمهور النادي الاهلي عايز يبقى بيتوج في منصات التتويج، يعني هو ده النادي الاهلي. فربنا يكرم ان شاء الله باذن الله. رساله لكل الشباب، البطولات والابطال الفتره اللي جايه، زي ما قالوا كابتن محمود قال، خلاص اللي اتعمل دخل في التاريخ وانتهى، اللي جاي هو الاصعب، مطلوب من بطولات وابطالنا يا محمد بيه. ما هو ده اللي احنا اتعلمناه، احنا خلاص بنقفل صفحه، كرمنا موسم 2018 2019. اتمنى تاني كل واحد منهم يعني ولادنا وكلهم، كل واحد بيكتب اسمه، الاسم ده بيتحفر في التاريخ، اسمك هيفضل موجود في التاريخ. انت عايز تبقى ايه؟ عايز تبقى كابتن محمود الخطيب؟ عايز تبقى كابتن حسن حمدي؟ عايز تبقى كابتن صالح سليم؟ عايز تبقى احمد صلاح؟ عايز تبقى كابتن نهله؟ يعني انت عايز ايه؟ هو ده اللي احنا بنعلم ولادنا، عشان كده هم قدوه. النهارده هتلاقي الناشئين موجودين، هتلاقي الكبار موجودين، هو ده ازاي بتحتضن الصغير، بيحتضنك كده عشان يسلموا الرايه، هي ايدين بتسلم بعضيها. في الاداره التنفيذيه ايدين بتسلم بعضيها، مديرين قبلينا احنا بنكمل. النهارده مجلس الاداره، مجالس كتير احنا بنكمل، تمام؟ وزي ما انا قلت يمكن احنا اخترنا برضو المكان ده لان ده برضو انجاز للنادي الاهلي، ده انجاز عالمي للنادي الاهلي. كل التطورات اللي انت بتعملها كلها شغاله على توازي. اهم حاجه في الاخر النادي الاهلي، اعضاء الجمعيه العموميه، جماهير النادي الاهلي تماسكوا مع بعض، تماسكوا مع بعض عشان خاطر النادي الاهلي وعشان خاطر بلدنا مصر قبل اي حد. وربنا يوفق ان شاء الله. شكرا، ربنا يخليك. بنشكر اكيد المدير التنفيذي للنادي الاهلي العميد محمد مرجان.